السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ويوم جديد ووصفة جديدة. بحكم أن الصديقة ديالي زينب منعزلة في البيت ديالها بعد عودتها من المغرب، ورغم ذلك ارتأينا أننا نتواصل معكم باش نستمروا في وضع الوصفات، خصوصا هذه الوصفة هذه اللي سبقنا أننا جربناها وأشرنا لها في فيديو سابق. قررنا أن نشاركوها معكم، خليكم معنا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اذا هاد لاطارت اللي قلت لكم دابا غادي نديروها بالتفاح. حنا محتاجين هنا 4 ديال التفاحات مقطعين هكذا رقاق، ولهاد التفاحات غنحتاجوا 2 معالق كبار نتاع القرفه اللي غنديروا هكذا، غادي نحتاجوا 3 د البيضات، وغادي نحتاجو 160 غرام ديال الطحين، وغادي نحتاجو 160 غرام ديال السكر. انا السكر غادي كندير هذا دائما، ولكن انا ندير غير لا مواتي لان تيجي ديجا جربتها تتجي حلوه. الناس اللي ما تيبغيوش الحلاوه واللي ما عندهمش مشكل يديروا 160. اذا من بعد ما تنديروا القرفه في التفاح كنزيدوا عليه الزبيب، كنحتاجو هنا واحد الزافه ديال الزبيب. هي من الاحسن يكون عندك زبيب كحل والزبيب صفر، انا ما عنديش، درت هادو اللي كاينين عندي هنايا التفاح. دونك سنوجدو التفاح بهذه الطريقة، أو تنحركوه ونخليوه أبار. هدا لي مزيان في هاد لاطارت هادي هو أن كل حاجة كتكون بوحدها. غنصايبو التفاح بوحدو، غادي نصايبو غنصايبو داكش النواشف بوحديتها، عاد من بعد غادي نخلطوهم. إذا هنايا لي بغا يزيد الزبيب يزيدو، واللي بغا يدير غير قياسو كيديرو. دونك تنخليو هادي اللي وجدنا هكذا، غادي نخليو هادو كوطي على جنب. اذا هذا السكر، هاد الطحين 165 غرام ديال الطحين، تنزيدو فيها معلقه صغيره تاع الخميره الحلويات اللي هي هادي اللي درت فيها معلقه صغيره، يعني غنديروها هنا. نزيدو السكر، انا غندير غير النص كيف ما قلت لكم، هو 160 غرام ديال السكر، انا غندير غير النص ديالو كيف ما شفتوا، غنخلطوه غنخليوه. مع الخميره كنحتاجوا واحد قبيصه الملحه ان بانسي دو سيل، نديروها هنا باش تجي مع ديك الحلاوه كتجي مزيانه. تيبقى الطحين هكذا بوحدو. اذا تنشدو 3 د البيضات ديالنا، نزيد عليهم السكر فاني، هذا سكر من السم بفانيلا، وتنخدموهم بوحدهم. يعني هذا هو السر ديال هاد لاطارت، يعني اي حاجه كديريها بوحدها. كنحتاجو الزبده 120 غرام تاع الزبده، نكتر الاخير وغادي نوريكم الزبده كتكون على هذا الشكل. مية وعشرين غرام تاع الزبده مذوبه، وهادشي كل حاجه غنستعملوها بوحديتها، الحقيقه كتجي ممتازه رائعه، ولنا لكم ولنا عوده. اذا دابا غادي نشدو هاد المول ديالنا، وفاش غنديرو انا غندهنو غير احتياطا، هي ما كتلصقش ولكن نديرو الاحتياط. وكنشدو التفاح دابا هاد المول على هاد الشكل، وتنشدو التفاح تنسفوه بهاد الطريقه. انا عندي يدي لان باش تعمري مزيان القناة ديالها. تلاحظوا صاحبتي ما كايناش، باش انا كنصايب لكم هاد لاطارت وانا كونفيني، دي صاحبتي راه في دارها. اذا كنكونوا استفنا هادي على هاد الطريقه هادي، الكاد هذا ديالنا كامل كومسان. نفرقوا داك الزبيب، واللي ما تيبغيش الزبيب ما يديروش. انا تيعجبني معاها شويه ديال الكركاع، هي راه بازرا هكذاك، مي انا كيعجبني فيها الكركاع. لا التفاح مع الكركاع تيجي زوين.
وهذا غير اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديروش ماشي مشكل. نزيد شي شويه تجي ممتازه، لا مذاق ولا منظر ولا كلشي. اذا اش كنحتاجو دابا؟ شدو الطحين اللي صايبنا قبيله اللي فيه كلشي داكشي اللي درنا، و تنديرو لها هكدا نغطيوها بها. داكشي باش قلت لكم راه هي هكذا دابا بهاد الطريقه هادي تيجيب لك الله ما غاديش تشد، وهي راه كتشد مزيان، كتجي داك السكر سمحوا لي داك السكر كيشدها كيشد هاد لافارين وتيجيو دي مورسو زوينين. بعد ما غطيناها كامله هكذا تنشدو هذيك البيض اللي خدمنا قبيله، وغادي نسحو بها هذا البيض، غادي نسقيو به راه في الطياب وكلشي كيهبط، كتشد راسها مزيان. دابا بقات لنا الزبده، داك 120 غرام تاع الزبده غادي نسقيو بها هاد الفوق. وكنكونو سخنا الفران 5 دقائق قبل على 360 درجه، على 180 درجه بليطو، ومن بعد غادي نرجعو لكم بعد ما نديروها في الفران طيب. هذا هو التقديم ديالها، هذا كدا كتجي، مي فاش غديريها نخرجوها غادي تشوفوا. يا الله لنا عوده مره اخرى. اذا البنات انا معد ما حيدتها من اللمون، كتجي على هذا الشكل، شوفوا كتجي عريضه من هنايا في الجناب نتوما. نتمنى انكم تجربوها صراحه كتجي ممتازه. انا غادي نديرها في الطبق التقديم النهائي ونرجع ليكم. يا الله السلام عليكم. اذا البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الطاقت ديالنا، تيجي بهذا الشكل هذا، شوف كتجي ممتازه من هنا. دابا نقطع لكم واحد الطريف، شوفوا كي كتجي رائعه حقيقه. ودابا خاصها واحد الكاس ديال القهوه، ولا الناس ديال الاتاي خاصهم واحد الكاس ديال الاتاي. شوف تجي ممتازه صراحه كتجي رائعه. نتمنىكم انكم تجربوها، ما تنساوناش بالاشتراكات ديالكم لي كومونتير، راه حنا كنتقبلوا كلشي بصدر رحب. شكرا للمشتركين، شكرا للتشجيعات ديالكم الجدد واللي قدام هما مالين الدار وجداد مرحبا بهم. نتمنىكم انكم تجربوها صراحه راه تجي روعه 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 من داكشي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وانا نوريكم واحد الطريف في التبصيل، وناكلوا في صحتكم في صحة الغايبين وصاحبتي اللي ما كايناش. المهم الى الحصه المقبله ان شاء الله تابعونا. اذا هذا الطريف منها اللي قلت لكم، شوفي راه كتقطعيها وكتبقى كتهرس لاباط، يعني راه كاينه اون باط هنايا، قرب لكم مزيان باش تشوفوا. شتي داك الطحين ما تيبقاش تيتجمع وتيرجع اون باط. بصحتكم وراحتكم، جو التفاح كي كيجي تيجي ممتاز، وبصحة وراحة.